صباحكم سعادة كالعادة متابعينا، صباح النشاط والمنجزات الوطنية اللي نفخر بها في كل المحافل في مملكتنا الغالية مملكة البحرين، وتحية كبيرة لكل بحريني يمثل وطننا الغالي في جميع المجالات، ونخص هذه التحية للمنتخب البحريني للسنوكرز اللي حقق إنجاز تاريخي في بطولات العالم بحصوله على بطولة العالم للسنوكر في فئة الماستر على نظيره البلجيكي في المباراة النهائية بواقع 4 أشواط مقابل 3 في المباراة النهائية للبطولة واللي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة. طبعا المنتخب البحريني تميز في مشواره العالمي منذ انطلاقة البطولة بعد تصدره مجموعته في الدور التمهيدي على حساب منتخبات ويلز والعراق والمنتخب القطري المستضيف. كل النجاح والتوفيق لمنتخبنا الوطني ولكل من يمثل مملكتنا الغالية سواء داخل مملكة البحرين أو خارجها في كل المحافل. مشاهدينا، مثل ما عودناكم في فقرة بصمة الأسبوعية ناخذكم معنا في تفاصيل قصص لشخصيات أثرت في العالم بشكل إيجابي وتجاوزت التحديات اللي واجهتها خلال فترة حياتها. وبطل قصتنا لهذا الأسبوع هو أشهر مؤلف مسرحي عرفه التاريخ ولمع نجاحه أيضا في مجال التمثيل المسرحي والسرد الأدبي. خلونا نشوف من بطل قصتنا لهذا الأسبوع. ولد ويليام شكسبير عام 1564 في إنجلترا، ونشأ شكسبير في أسرة نبيلة حيث شغل والده عدة مناصب هامة، فقد عمل عضوا في البلدية وبعدها تقلد منصب عميدا لمدينة ستراتفورد ثم أصبح رئيسا للبلدية. وتلقى شكسبير تعليمه في مدرسة ستراتفورد للقواعد، وفي عام 1592 انتقل إلى لندن وارتفع نجمه في عالم المسرح كممثل وكاتب، حيث كتب 33 مسرحية خلال حياته ما بين مسرحيات تاريخية وكوميدية ورومانسية. كما تميز شكسبير بابتكاره للعديد من التراكيب والمفردات التي استخدمها في قصائده، حيث كان يدمج ما بين مفردات جذورها لاتينية وأخرى فرنسية. كما لاقى أسلوبه القصصي السرد الكلاسيكي تقديراً من قبل القراء ومحبيه، فكانت نصوص شكسبير تحمل كماً من المشاعر الإنسانية الخالدة، مما جعلها قصصاً باقية ومؤثرة على مدار الأعوام. وتفرد شكسبير بلغته البليغة والمؤثرة في الكتابة وبأسلوبه السردي أيضاً. مشاهدينا، أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن إطلاق المرحلة التجريبية لمسح دخل ونفقات الأسر خلال الفترة من 26 من نوفمبر وحتى 21 من ديسمبر لعام 2023، وحتى نسلط الضوء أكثر على هذا المسح وأهميته أيضا، يصيرنا أن احنا نستضيف اليوم في الاستديو سعادة السيدة دعاء سلطان الحربان نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور، يا هلا فيك. سعيدين بوجودك اليوم معنا، وندري أن الجدول مزحوم لكن فعلا الجمهور محتاج تعرف لهذا المسح، فلو تكلمينا وتعرفينا أكثر عن مسح دخل ونفقات الأسر وأهميتها أيضا إن شاء الله. طبعا نصبح عليك ونصبح على جميع المشاهدين والمستمعين بكل خير. مملكة البحرين حريصة من خلال توجيهات قيادتها الرشيدة أن هي تواكب التطورات أو المتطلبات الدولية. صحيح. واحدة من الجهود الإحصائية اللي تسويها مملكة البحرين علشان نلبي هذه الأرقام المطلوبة من المنظمات الدولية إن إحنا ننفذ مسوح إحصائية. مسح دخل نفقات الأسرة واحدة من هذه المسوح الإحصائية اللي الهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مستمرة في تنفيذها. يعني إحنا من قبل الهيئة أو البحرين نفذت 5 مسوح نفقات دخل الأسرة
ابتديناها من 1974 ما شاء الله. وآخرها كان في 2014-2015 فهو الموضوع مو جديد. ومعظم الأجهزة الإحصائية في الوطنية في دول العالم تسوي هذا النوع من المسوح. المسح هذا يعتبر من أهم المسوح الإحصائية اللي تنفذها الأجهزة الإحصائية. ليش؟ لأنه يغطي شريحة واسعة من الأسر سواء كانت بحرينية أو غير بحرينية، ويسلط الضوء على معلومات لها علاقة بالمستوى الاجتماعي، المستوى البيئي، المستوى الاقتصادي للأسر. وأهميته طبعا يعني مهمة وضرورية في العديد من المؤشرات. حلو جميل أستاذ، احنا نبي نتكلم عن الأهمية، مدى أهمية مثل هذه المسوح مثل ما ذكرتي، وخصوصا للأسر البحرينية وغير البحرينية الموجودين على أرض مملكة البحرين. طبعا مثل ما ذكرت هو واحدة من أهم المسوح الإحصائية، تطلع فيه الكثير من المؤشرات الاقتصادية اللي احنا اليوم كبحرين ملتزمين امام المنظمات الدولية ان نلبي هذه البيانات والارقام. واحدة منها مستوى دخل الاسر، انفاق الاسر، السلع اللي تنفق عليها الاسر فلوسها. فواحدة من اهم المخرجات من هذه المسح ان احنا نعرف يمكن الاسر تسمع عن الناتج المحلي الاجمالي. اليوم كل من قاعد يسمع الجي دي بي، ناتج المحلي الاجمالي، هذه المسح يقيس حجم الانفاق الاسري في الناتج المحلي الاجمالي. المؤشرات اللي تطلع من ذي المسح تصب مباشره في اقتصادات الدول، واقتصادات الدول بالتالي تاثر على مستوى معيشتنا، على انفاقنا. هدف اخر حق المسح الله يسلمك ان احنا نحدث سله البيانات أو سلة السلع اللي الأسر تنفق عليها. يعني يطلع من المسح مجموعة من السلع والسلع سواء كانت غذائية أو سلع أخرى غير اللي يسمونها السلع المعمرة غير غذائية. هذه السلة نبحث أسعارها بشكل يومي، وتسمعون بعدين أنه والله صار في تضخم في المواد الغذائية. صار في تضخم، مؤشر التضخم اللي يمكن تسمعونه بشكل مستمر يطلع أساسا من هذه السلة اللي بتبين عندنا من نتائج المسح. حلو جميل. طيب لو نتكلم عن التحضيرات لهذا المسح أستاذ، أكيد قمتوا بالعديد من التحضيرات. نعم، في جهود كثيرة صراحة استوت في ذي الموضوع، ونشكر زملائنا في الأجهزة الإحصائية في دولة الإمارات العربية الشقيقة ما قصروا، تواصلنا معاهم، مع المملكة العربية السعودية كذلك، واستفدنا من تجربتهم في تنفيذ المسح. مثل ما خبرتك المسح مو جديد، المسح اوريدي موجود يعني في جميع الأجهزة الإحصائية الوطنية. عندنا تعاون مباشر مع الجهاز او المركز الإحصائي الخليجي اللي موجود في مسقط علشان نوحد الجهود في تنفيذ هذه المسح. وصارت الكثير من المشاركات والمناقشات كذلك مع أجهزة وطنية مثل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، مع المجلس الأعلى للمرأة، مع جهاز الخدمة المدنية. فصارت كثير من المناقشات اللي طلعنا بها من الصيغة النهائية للاستمارة اللي بننفذها إن شاء الله في المسح. جميل. طيب هل هناك آليات مثلا متبعة لتنفيذ هذا المسح أستاذة؟ المسح الله يسلمك يتنفذ عن طريق النزول الميداني. فإحنا عندنا باحثين تم تعيينهم، تم اختيارهم، تم تدريبهم، بينزلون على الأسر في عينة يعني منهجية على أسس علمية تم اختيارها، وهي بالطريقة العشوائية، وهي طريقة إحصائية متعارف عليها يعني في تنفيذ المسوحة وفي اختيار العينات. سو في عينة عشوائية بننزل عليها. اللي حبيتها ذكرى الله يسلمك أن المسح اللي بننفذه الحين إن شاء الله من طلاقة من اليوم إلى تقريبا ثالث أسبوع من ديسمبر، هو المسح التجريبي حق المسح الأصلي اللي بينطلق السنة الجاية إن شاء الله من بداية يناير لآخر يوم في ديسمبر إذا الله حيانا وياكم. ما شاء الله، يعني تقريبا 4 شهور راح يكون مسح تجريبي للانطلاقة بإذن الله. نعم. السنة الجديدة بإذن الله. طيب أستاذة، يعني أكيد هناك استفادة للأسر سواء كانت البحرينية أو الغير البحرينية المقيمة على أرض مملكتنا الغالية من خلال هذا المسح، فكيف ممكن يستفيدون من هذا المسح؟ طبعا يمكن انا ذكرت نقطة من شوي ان احنا كأسر مرتبطين او كأفراد مرتبطين باقتصادات دولنا. هذا المسح بيبين الكثير من الارقام او من المعلومات اللي بتساعد صناع راسمي السياسات وصناع القرار انهم يبنون او يرسمون برامج وسياسات معينة تخدم الجانب الاقتصادي الاجتماعي المعيشي للأسر. صحيح.
فيمكن ما يحس المواطن أنه في لينك مباشر حق من تنفيذ المسح، لكن ترى هي تخدم جميع العوامل الاقتصادية اللي تنصب في الأخير لمصلحته بإذن الله. نعم، يعني ما شاء الله أكيد جهود كبيرة تقومون فيها أستاذة لخدمة المواطنين والمقيمين. طيب أخيرا احنا نبي أبرز الرسائل اللي تقدمونها للأسر الموجودة على أرض مملكتنا الغالية. المجتمع البحريني دائما نقول مجتمع واعي، واليوم صارت المعلومة ضرورية لكل شخص، مش فقط لكل قيادي، كل شخص يعي تماما، حتى على مستوى الشخصي يعي تماما أهمية البيانات. طبعا نتمنى من أسرنا الكريمة اللي وقع عليهم الاختيار ضمن العينة أنهم يتعاونون مع موظفين اللي إن شاء الله بيزورونهم، بيكون عندنا كذلك مركز اتصال بيتصلون لهم يعني بيتبادلون البيانات فيما بينهم. المعلومة الصحيحة وايد مهمة. صحيح. احنا نقول ان نتائج مخرجات المسح تخدم اقتصادنا، تخدم مستقبلنا. الفيوتشر هو بياناتنا اليوم. بياناتنا اليوم هو مستقبلنا. صحيح. فإذا عطينا معلومات صحيحة بيقدرون اللي يرسمون السياسات ان شاء الله يرسمون سياسات وخطط صحيحة تقودنا الى مستقبل صحيح. فكل اللي نتمناه التعاون، سعة الصدر، يعني احنا عارفين ان المسح يعتبر من أثقل المسوح شوية، لكن بإذن الله يعني اجتهدنا احنا في هيئة المعلومات للحكومة الإلكترونية، سوينا سيستم علشان ما نثقل على الأسر. ففي جهود كثير استوت ان احنا نخفف على عبء الاستمارة على الأسر. فبإذن الله تعاونهم، البيانات بتكون سرية، طبعا في قانون يحكم سرية البيانات، ولن يتم التعامل مع البيانات الفردية نهائيا. جميع البيانات اللي بتطلع بيانات تجميعية، ما تمس يعني أشخاص معينين. والله جهودكم الصراحة أستاذة واضحة، وأتوقع يعني من خلال هذه المقابلة وهذا اللقاء تبينت بعض الأمور للسادة المشاهدين، وإن شاء الله يعني يكون في تعاون مستمر بين الجمهور، بين الأسر وبينكم بخصوص هذا المسح، لأن مثل ما ذكرت هو يخدم اقتصاد مملكتنا الغالية. شكراً. أتمنى لك التوفيق، عسى الله يوفقنا إن شاء الله وياكم ويتحقق هذا المسح وتطلع النتائج زين بإذن الله. اللهم آمين. اللهم شكراً. آمين. كل الشكر لك. مشكورة عزيزتي، ما قصرتي. شكراً لك. مشاهدينا، في دراسة حديثة أجريت على عشرات العدائين في الماراثونات، وجدت انخفاض وتحسن كبير في ضغط الدم عندهم، وأيضاً تقوية عضلة القلب وتأخر أعراض الشيخوخة عندهم. في التقرير الجاي راح نتابع معاكم حصة تدريبية لفريق هابي تيم. السلام عليكم، معكم زياد توفيقي، عضو في فريق هابي تيم البحرين. الفريق رياضي يتكون من الدراجة الهوائية، السباحة والجري، أو احنا نقول الترايثلون. اليوم احنا برا استاذ بحرين الوطني نسوي تمريننا اللي هو 9 كيلو جري زائد على ذي صعدات 500 متر 6 مرات. أول شيء قبل أن نبتدي أي تمرين نبتدي بستريتشات عشان نهيئ جسمنا. نبتدي نطلع بسرعة متوسطة حق 3 كيلو عشان نسخن الجسم، وبعد 3 كيلو نبتدي التمرين اللي هو الصعدات 6 مرات حق 500 متر، وبين كل 500 متر ناخذ دقيقة راحة عشان نبتدي 500 ثانية. الجزء الأخير حق التمرين اللي هو السرعات 200 متر 10 مرات. وهذه كانت حصتنا اليوم، وفي الختام احنا نقول ان الرياضة استثمار في الصحة والجسد. ف
فعلا مشاهدينا، الرياضة استثمار في الصحة وأيضا الجسد، وللحديث أكثر عن هذا الموضوع عن الرياضة رحب بضيوفي في الاستديو الأستاذ عبد الكريم تركي كابتن فريق هابي تيم، وأيضا زياد توفيقي عضو فريق هابي تيم. صبحكم الله بالخير ونورتونا. صباح الله بالنور. صباح النور والسرور. شكرا على الاستضافة. شكرا لحضوركم اليوم معنا. ابتدي معاك أستاذ عبد الكريم، يعني عرفنا أكثر عن الفريق ومتى أسستوا. طبعا أنا صباح الخير، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي من شوية قبل. تفضل. أن طبعا رياضة الجري بالذات في البحرين قديمة. صحيح. وأول ماراثون صار في البحرين كان 1978. إحنا سابقين فرنسا وسابقين لندن وسابقين كذا دولة أوروبية اللي الحين صار عندهم الماراثون مشتهر. ففي كان الفريق كان اسمه أو المجموعة اللي تنظم كان اسمها البحرين هاش هاوس هاريرز. بعدين صار بحرين رود رانرز. واحنا طبعا نندرج تحت الرود رانرز، هم تحت مظله اتحاد الالعاب القوه. نعم. واحنا سوينا فريق تدريبي اللي هو الهابي تيم. ما شاء الله. وبدينا تقريبا من اوغست 2014. طبعا بدينا الفريق لان تطور الجري وصار عباره اللعبه الثلاثيه اللي هي الترايثلون. طبعا في صار توجيه من صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد وصاحب السمو الشيخ خالد بن حمد انهم يوجهون حق استراتيجيات الاجيال الشبابيه انها تهتم بالرياضه اكثر. واحنا طبعا نكون ضمن هالبرنامج كون ان احنا جينا من خبره جري وبعدين اشتركنا في الدراجه وسباحه المسافات الطويله في البحر. فكوننا هالفريق. طبعا الفريق مزدوج نسائي رجالي، وتقريبا اول فعاليه ايرون مان صارت في البحرين 2014. تقريبا شاركنا ب 50 متسابق. ما شاء الله 50 عضو من الفريق شاركتوا في الايرون مان. ايوه. حلو جميل. طيب احنا بنتكلم عن الماراثونات، زياد حدثنا عن الماراثونات اللي تشاركونها كيف يتم التخطيط والاستعدادات للماراثونات اللي تشاركون فيها؟ احنا عندنا نشترك مشارك في سباقات محليه اللي عدائيين البحرين ينظمونها وحتى اتحاد البحرين للترياثلون. عندنا سباقات بعد خليجيه نفس دوله الكويت ودوله قطر ومملكه العربيه السعوديه، وعندنا الماراثونات الدوليه العالميه اللي نشارك فيها اللي تكون يعني من اهم الايفنتات اللي تصير، اللي يكون في بعضهم في اوروبا بعضهم بعد في امريكا. فالاستعدادات تبتدي من اشهر قبل اللاعب لين حط هدف سباق في باله، يبتدي عن فتره لا تقل عن 12 اسبوع قبل السباق، وين يكون عنده برنامج تدريبي يتكون عن 4 إلى 5 ركضات في الاسبوع، ومنها تمرين سرعات تمرين مسافات طويله عشان اللاعب يكون عنده تحمل وعنده لياقته البدنيه تكون احسن. فمتى يجي حق السباق يقدر يسابق، يقدر يكسر رقمه، يقدر ينهي السباق بدون اصابه. لو دخل السباق بدون عنده استعدادات يمكن ما يقدر يكمل السباق، ممكن يكمل السباق باصابه. فالتدريب اهم من السباق نفسه لانه فترته اطول. طيب يعني ذكرت ان التدريب اهم من السباق نفسه، فهل في شروط مثلا معينه لاي شخص حاب انه هو يشارك في الماراثون؟ اي نعم، في السباقات الدوليه العالميه حق العداء يشارك فيها يحتاج انه يتاهل حق السباق، والتاهيل يكون بتوقيته انه مسوي سباق من قبل وياب توقيت بفتره معينه على حسب الفئه العمريه اللي هو فيه. في جزء بسيط من الأشخاص اللي يتأهلون على القرعة، يعني مثلا من كل 100,000 واحد يسجل في القرعة يمكن بس ياخذون 5 إلى 10,000. فمسافة فيعني قليلين اللي يتأهلون بالقرعة، أكثر الناس يتأهلون بالتواقيتهم. حلو جميل. طيب انتقل لك كابتن عبد الكريم، يعني شفنا في التقرير انه يعني انتم تقومون بالعديد من الرياضات، ولكن اكثر رياضه تركزون عليها اي رياضه بالتحديد؟ طبعا الجري اكيد. الجري لاسباب،
طبعا طول الأسبوع أيام الدوام يكون الوقت قليل إن الواحد يروح يسبح في البحر أو إن دراجة، فنخلي التمرين الدراجة وتمرين السباحة في الويكند. يكون الجمعة دراجة، طبعا عندنا مجموعة بساعات 30-40 دراج نطلع طبعا في عن طريق البر، وحين ما شاء الله بيسوون لنا مسار دراجات خاص بيكون أحسن وأحسن. حلو. والسبت نخليه حق مسافات الطويلة في البحر. من الأحد إلى الأربعة فريق نحن بالذات نتمرن جري، ويوم الأربعة في الليل نخصصه بعد التمرين نطلع عشاء. حلو، يعني تكسرون الروتين. عندنا نوع الرياضة وعندنا أيضا نوع التجمعات الاجتماعية، فمرة في الأسبوع على الأقل مو بكله جري ودي، نقعد نروح أي مطعم سواء شعبي أو غير شعبي نتجمع 15-20 واحد، بيكون يعني جلسة حلو. تكون جلسة حلو. حلوة. مدى أهمية كابتن هذه الجلسات واليمعات للفرق وخصوصا للفرق الرياضية؟ أي. طبعا عادة الجلسة هذه تصير ساعة ساعة ونص عشاء، وفيها الحديث في الجلسة دي هي الرياضيين كل واحد يسأل الثاني إنه شنو سوى وشنو يحتاج، فهذه ثقافة مهمة حق الرياضي، وفي ناس مخضرمين يعني قاعدين وعندهم خبرة ويقدرون يواجهون الباقي يعني حتى الإصابات، صرنا يعني تقريبا خبراء حتى في الإصابات، يعني نشخص إذا كان الألم تحت الركبة في البطة في الهامسترينج ممكن من تجاربنا نعطيهم نصيحة إن إيش يسوون. حلو. فهي هم ثقافة وهم رياضة. جميل. كابتن زياد شاركته في ماراثون برلين، فحدثنا عن هذا الماراثون وحدثنا عن استعداداتكم وكيف كانت التجربة. ماراثون برلين شاركنا 11 عضو من فريق هابي تيم في سبتمبر، وماراثون برلين يعتبر من أشهر الماراثونات اللي في العالم بسبة تاريخها واللي يكسب أكثر من 50,000 متشارك. حلو. واستقبلنا سعادة السفير عبد الله عبد اللطيف، نوجه له تحية في هالبرنامج، سفيرنا في جمهورية ألمانيا، واستقبلنا في مقر السفارة. حلو. شجع البحرينيين، شجع فريقنا ان احنا نمثل البحرين خير تمثيل في هالسباقات العالمية، والحمد لله من ال11 احنا كلنا قدرنا ننهي السباق، واللي قدر يكسر رقمه والحمد لله يعني احنا مثلنا البحرين، وحتى في الخط النهائي كنا عندنا علامنا، حتى تيشرتاتنا كنا لابسين مسوين تيشرتات حق السباق وفيهم علام البحرين عشان نراوي الكل اللي موجود ان احنا من وين جايين، ونراويهم ان احنا بحرينيين نشارك في ماراثونات خارج البحرين. حلو جميل. طيب كابتن عبد الكريم، يعني شنو المهارة اللي ممكن يكتسبها العدائين المنضمين لفريق هابي تيم؟ طبعا المبتدئين او حتى يعني المداومين، احنا اول شيء يعني انا شخصيا اهتم في الصحة، اقول لهم ان اللي فوق الأربعين اكيد اخليه يفحص طبيا يعني عن أمراض القلب، يعني أمراض القلب ساعات تكون خفية ما تدرين عنها. صحيح. فالجري بلا جهد، والجهد يخلي القلب يعني يشتغل، فإحنا ساعاتنا كلها مبرمجة على دقات القلب، فنوع معين أن إذا وصل 160-170 نخفف. ودي غير هذه هو الإصرار، إذا الواحد يبي يعني يركض، إذا كان يعني يجري ويروح سباقات بعدين مثل ما الفريق يسوي، ما يبي له شيء، يبي له شوية وقت إنه يسوي بالانس بين وقته حق العائلة وحق الرياضة، و يعني أنا نسميه بالإنجليزي passion، يكون عنده شغف، هو شغف يعني في فترة معينة بيصير شغف، بيكون مدمن عليه، ينتظر الويكند، ينتظر يوم الجمعة يقوم من الصبح من الفجر يصلي ويطلع خلاص، ويطلع يروح يشوف 30 واحد ينطرونه مو بس هو، فيكون نوع في شغف في الرياضة. يعني أتوقع كابتن عبد الكريم أنت قاعد تعيش هذا الشغف حاليا. أنا عشته تقريبا فوق 35 سنة ما شاء الله in and out أسبوعيا، وطبعا الشيء اللي يميزنا احنا كفريق الهابي تيم ان احنا
فريق بحرينيين وجاليات. يعني عندنا اجانب معانا، جاليات مثلا هنديه او عربيه معانا، كل المقيمين أو المقيمين في أرض مملكتنا، وهم يمدحون في الفريق، يقولون ان هذا يعني نحس لان اغلبهم يكونون جديدين في البحرين، فيسالون، ياتينا اتصالات يقولون في واحد عداء يبي اي، فقلنا انتو هابي تيم، فيون نستقبلهم، وفعلا يعني ياخذون من اول فكره، ياخذون انطباع ان البحرين فيها رياضه، فيها رياضيين، فيها يعني نكون متطورين، يعني هم باشادتهم يعني الحمد لله. الحمد لله. طيب كابتن عبد الكريم، ذكرت من شوي خلال حديثك المبتدئين، شنو هي الصعوبات اللي يواجهها المبتدئين خصوصا اللي حابين ان هم يشاركون في الماراثونات؟ وهو الوقت، يعني اذا هو يوفر الوقت، لان انت لما تشتركين في الماراثونات الشيء الزين فيها انه يو جست فينيشد، يعني تخلصين الماراثون تحصلين اللي هو فينيشرز ميدل، هذا يكون افتخار، وواحد يحتفظ فيه طول حياته، يخليه في مثلا الشوكيس ماله في البيت، ويراوي عياله ويراوي الناس، يعني بحد ذاته نشط ثقافة رياضية. ما في صعوبات، أنا ما أفتكر، يعني هاي زياد انضم لنا صار له سنة، هو طبعا فتنس ويا حين حب الجري، وأنا أحس أنه عنده شغف، شاب صغير وما شاء الله ويانا يعني، وقاعد يدرب، يعني يدرب في التقرير ويسوي الأشياء الإدارية، يعني إحنا عندنا متطلبات إدارية من تصميم التيشيرتات وحق السباقات، يعني إحنا صممنا تيشيرت السنة حق الكويت، وصممنا التيشيرت اللي هو حق الموسم 2024 هابي تيم. حلو. وإذا نروح مثلا مناسبات أوروبية بعد نصمم تيشيرت خاص، ونتأكد إن نخلي علم البحرين يبرز على التيشيرت، ونودي علامتنا، فالناس برا تشوفنا، تعرف إن إحنا موجودين بقوة. الحمد لله. طيب زياد، لو نتكلم عن الاستعدادات الخاصة بيوم السباق، خصوصا لما يصير في يوم السباق تقلبات في الجو، مطر، هواء، فكيف يعني تستعدون حق هذا الشيء؟ الاستعداد ما يصير بس في يوم السباق، يعني أنا أقول قبل السباق بأسبوع، يعني قبل السباق بأسبوع في أشياء تتغير من تدريبات اللاعب. أول شيء يقلل من تدريباته ويركز اكثر على تغذيه حق السباق، فيكثر من السوائل، يكثر من الاملاح، يكثر من الوجبات اللي غنيه بالكاربز، فعشان يكون عنده الطاقه الكافيه في يوم السباق. اجواء طبعا كل جو كل يوم يختلف من مكان لمكان، ساعات النشره الجويه تقول شيء بس يوم السباق يطلع يعني شيء يطلع شيء ثاني. فاللاعب لازم يكون هو مرن عشان يتقلب على الاجواء وعف السباق. حلو. طيب زياد، حدثنا عن الماراثونات اللي ان شاء الله راح تشاركونها مستقبلا. احنا عندنا مثل ما قلت لك اختي، عندنا سباقات محليه وخليجيه ودوليه. المحليه اللي تصير في موسم يعني السباقات اللي من شهر 10 لشهر 4 احنا نقول. عندنا سباقات محليه اللي ينظمونها عدائي البحرين واتحاد البحرين تريثلون، ودوليه عندنا مثلا في شهر 2 عندنا ماراثون اشبيليا، وفي شهر 4 عندنا ماراثون لندن اللي بعد من اشهر الماراثونات عالميا، ومثلا بعد في شهر 10 عندنا ماراثون شيكاغو، هاي بعد من اشهر السباقات اللي تصير عالميا. مسجلين من الحين حق شهر 10 السنه الجايه ترى. اوه ما شاء الله، بس عشان تحجزون لكم السبوت. حلو الحمد لله. طيب يعني كابتن عبد الكريم، نبي طموحاتكم المستقبليه. احنا كفريق يعني نبي نكون مجتمع رياضي، هذه الاساس. نعم. ان نغرز ثقافه الرياضه في 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 في, في الاشبال، يعني في الصغار، ونربيهم على الرياضه، لان الان الرياضه اختلفت. صحيح. ان اكثر الصغار يكونون اندور اكثر، فنبي نطلعهم ونشجعهم. طموحنا ان يعني احنا موجودين، واحنا يعني فريق الهابي تيم ترى لا شهره في المجال الرياضي، يعرفون، فطموحنا ان نستمر، وطبعا يستمرون عقبي انا يعني
او شك على ان شاء الله مستمر الاعتزال. نبي نكون جيل رياضي عندنا احنا، عندنا الخامات وعندنا المجال، والدولة موافرة الحمد لله الحين بيسوون لنا مضبار دراجات، وعندنا بلاد جزائر حق تمرين السباحة. فان شاء الله نبي نكون يعني مجتمع رياضي، وعندنا شو اسمه اندية صحية في البحرين منتشرة. صحيح. فيعني الرياضة للجميع، واحنا يعني طموحنا ان نبني هالفكرة حق الكل. لان انا لما اسمع واحد يقول لي انا شاعر واحد ما امشي او ما اسوي شيء، اقول هاي غلط. صحيح. الرياضة مهمة، يعني هو أسلوب حياة. صحيح. بالنسبة لنا إحنا هو أسلوب حياة اليومية، يعني إحنا مثلا بشغل ورياضة بعدين متطلبات العائلة. حلو جميل، الله يوفقكم وإن شاء الله نشوفكم في الماراثونات القادمة، وإن شاء الله دوم رافعين على مملكة البحرين. شكرا على الاستضافة. شكرا لكم. مشاهدينا مثل ما تعودنا كل أحد من نوفمبر نستكمل معاكم لقاءات فقرة قرارك، واللي خصصها فريق الإعداد لحملة السكري، وفي كل أسبوع نستعرض موضوع توعوي خاص بهذا المرض. وهالمرة راح نتكلم عن مرض السكري وتأثيره على نقص تروية الدم في الأطراف. خلونا نشوف هذا التقرير. مرض السكري يعتبر من أكثر الأمراض شيوعاً في العالم وفي مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، ومعظم مضاعفات داء السكري تنجم عن مشاكل في الأوعية الدموية، حيث يؤدي استمرار ارتفاع مستويات الجلوكوز أو السكر في الدم لمدة طويلة إلى حدوث تضيق في الأوعية الدموية الصغيرة والكبيرة، وبذلك يحد التضيق من جريان الدم إلى أجزاء كثيرة في الجسم، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل ومضاعفات عدة. وعليه فإن الارتفاع المزمن للسكر في الدم والغير معالج قد يؤدي إلى مضاعفات طويلة المدى، والتي تصيب عدة مناطق في الجسم لا سيما الأوعية الدموية الرئيسية والطرفية والأعصاب والعينين والكلى، مما من شأنه أن يؤدي إلى العمى أو الإصابة بجلطات الدماغ أو القلب أو الفشل الكلوي أو فقدان الإحساس في الأطراف لا قدر الله. كما أن نسبة كبيرة من مرضى السكري قد يصابون بمضاعفات القدم السكرية في حال عدم الوعي وإهمال الخطة العلاجية والأدوية الموصوفة، مما يؤدي إلى فقدان الأطراف أو بترها لا قدر الله بسبب النقص الشديد في تروية الدم للقدمين، أو لإصابتها بالالتهابات الجرثومية أو التقرحات الجلدية، والتي ينتج عنها تليف وتلف الأنسجة بشكل كلي أو ما يسمى بالغرغرينة. لذلك يتوجب استشارة الطبيب لعمل قسطرة علاجية يتم من خلالها فتح انسدادات الشرايين الطرفية وإعادة التروية إلى القدم في محاولة لإنعاش الأنسجة والمحافظة على الطرف. مشاهدينا فعلا موضوع جدا مهم، وممكن تكون نتائجه وخيمة إذا لا قدر الله ما تم التعامل معاه بصورة صحيحة من البداية. وعشان نتعمق أكثر في هذا الموضوع شرفنا استضافة العقيد طبيب الأستاذ ظافر محمد كمال، استشاري أول جراحة الأوعية الدموية والعلاج بالقسطرة بالخدمات الطبية الملكية. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور وشكرا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لحضورك معنا اليوم دكتور. دكتور لو نتكلم عن الأوعية الدموية وعلاقتها بمرض السكري بالتحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية واحد بس يشرح بشكل مبسط شنو هي الأوعية الدموية. نعم. الأوعية الدموية هي عبارة عن شرايين اللي هي تأخذ الدم من القلب وتضخها إلى الأطراف وإلى باقي الأعضاء، والأوردة اللي هي ترجع الدم من الأطراف والأعضاء إلى القلب مرة ثانية. نعم. بالنسبة حق ارتباط السكر، مرض السكر مرتبط جدا بمشاكل الشرايين. نعم. ارتفاع السكر المزمن في الدم يؤدي إلى تغييرات فيزيولوجية
في جدران الشرايين، وبالذات الغشاء المبطن للشرايين، وبالتالي يؤدي إلى حدوث تصلبات وتجلطات وانسدادات. طيب دكتور، دائما نسمع بالقدم السكرية، حدثنا أكثر عنها. القدم السكرية هي عبارة عن تغييرات أو اعتلال يصيد القدم بالنسبة حق مرضى السكر، ومن مضاعفاتها تغيير في شكل القدم، وقلة وصول الدم للقدم، أو نسميه احنا قلة التروية، وتراجع في الإحساس. وبالإضافة إلى ذلك ممكن تصير التهابات، ممكن يصير التهابات سطحية في القدم، التهابات عميقة، والالتهابات الجرثومية طبعا أسوأ من الالتهابات العادية، لأن ممكن تنتشر بسرعة ولا سمح الله يؤدي ذلك إلى موت بعض الأنسجة، أو ما اللي نسميه الغنغرينة. طيب دكتور، يعني في بعض الأشخاص يهملون نفسهم ويهملون قدمهم، شنو النتائج اللي راح تصير من خلال هذا الأهمال؟ طبعا الأهمال نتيجة خطيرة. المفروض الإنسان أو المريض السكر أولا يحافظ على نسبة السكر في الدم، ويفحص القدمين بصورة دورية، وفي حال أنه وجد أي شيء مختلف، تغير في اللون أو في تقرحات أو غيره، المفروض على طول يباشر إلى الطبيب المختص، أو على الأقل طبيب المركز الصحي في البداية، قبل لا يروح حق الطبيب المختص بالقدم. حلو. طيب هل القدم السكرية دكتور مكلفة بالنسبة للمؤسسات الصحية في الدولة؟ وجود مضاعفات القدم السكرية جدا مكلف بالنسبة للدول، وعلى سبيل المثال للحصر قيمة إحصائيات وبحوث في الولايات المتحدة، ووجدوا أن تكلفة علاج القدم السكرية 18 مليار دولار سنويا، ما شاء الله. إيه، ولما قارنوها بتكلفة علاج بعض السرطانات لقوا أنها هي أكثر كلفة من علاج سرطان القولون، وأكثر كلفة من علاج سرطان الرئة، وسرطان البروستات، وحتى سرطان الدم اللوكيميا. فهي يعني جدا مكلفة للدول. جميل. طيب دكتور، احنا عندنا صور حابين احنا نعرضها ونعلق عليها ان شاء الله، لو تعرضها لنا مخرجنا. هذه الصورة دكتور، هاي صورة لانسداد في شريان الفخذ. طبعا اللون الغامج هو الشريان، والمكان اللي بدون لون في نص الشريان هذا هو الانسداد. الانسداد ما تمشي في الصبغة، هاي الصبغة اللي احنا نسميها، هاي الصورة نسويها بالقسطرة. ففي انسداد في شريان الفخذ مثل ما تشوفون. يمكن الصورة اللي عقبها نشوف طبعا قدرنا نطوف بواير اللي هو سلك ضعيف من خلال الانسداد، وبعدين حطينا بالون، هاي البالون قاعدة تنفتح، والنتيجة النهائية يمكن اللي عقبها انفتح الشريان مثل ما تشوفون. ومشت الصبغة في الشريان. مشت الصبغة لأن انفتح الانسداد وبين واضح يعني. وهاي طريقة من طرق إعادة التروية. هاي مريض ثاني عنده قدم سكرية ونقص في التروية في القدم. هذه الصورة حق شرايين الساق، مثل ما تشوفون تقريبا ما في ولا شيء. يعني ما يعني كل الشرايين مسددة. فيمكن الصورة اللي بعد الحمد لله قدرنا نطوف مثل ما قلت لك الواير من خلال واحد من الشرايين على الأقل، وهاي البالون قاعدين ننفخ البالون محل الانسداد. وفي صورة عقبها تبين ان الشريان انفتح. حلو. طيب دكتور، مدى خطورة انسداد الشرايين؟ هذه هي الصورة الأخيرة. شوفي الحين في دم يمشي في الساق، بس ما كان في ولا شيء اول صورة، ما كان في ولا شيء. حلو. طيب وهذه بعد؟ طبعا هاي الصورة لقدم سكرية والدائرة الحمراء على بداية تقرحات قاعدة تصير في القدم. وهذه طبعا الشريان الأورطي مثل ما تشوفين اللي جاي من فوق، جهة اليمين مفتوح، جهة اليسار الشريان الحوضي مسدود كامل. فقدرنا نطوف واير الحمد لله، وعملنا البالون، وأتوقع الصورة الأخيرة أن انفتح الشريان. جميل.
طيب يعني أنا استوقفتني صراحة القدم اللي فيها تقرحات. مدى خطورة التقرحات في القدم السكري يا دكتور؟ يعني في البداية هو خلنا نعرف النسب أول شيء. يعني النسب تتراوح من قليلة إلى نسبة عالية من مرضى السكر اللي يصابون بالقدم السكرية، بس كمعدل 15 إلى 20% من مرضى السكر يصيدهم مضاعفات القدم السكرية و 15 إلى 20% من اللي يصيدهم مضاعفات القدم السكرية للأسف يعني تتطور وينتهي بهم الأمر إلى فقدان جزء من الطرف، لا سمح الله. لا سمح الله. فإذا الموضوع خطير. أنت سألتيني عن مدى الخطورة. مدى الخطورة فهو الموضوع خطير جدا، ولذلك يعني هو صح خطير ومثل ما شفتي أنت الأرقام مخيفة، لكن في نفس الوقت 90% من مشاكل القدم السكرية أو 90% من هذه البتر ممكن تجنبه إذا عولج الموضوع من البداية علاج صحيح. ف90% ممكن تجنب البتر خلنا نقول. إنزين فلازم الواحد يكون جاد في علاج أي مشكلة في القدم السكرية، سواء كان طبيب عام، طبيب عائلة أو طبيب مختص، وإذا هو مو بتخصصه لازم يحول المريض بسرعة على المكان المناسب وفي الوقت المناسب. طيب دكتور، هل العمر يؤثر على القدم السكرية أيضا عامل؟ من عوامل طبعا القدم السكرية في كثير أشياء، طبعا التقدم في العمر واحد من الأمور، بس أهم شيء هو المحافظة على نسبة السكر في الدم. إذا كانت نسبة السكر في الدم، تعرفين أنت مرض السكر مرض مزمن، إذا كانت صحيح. نسبة السكر دائما مرتفعة تؤدي إلى كل هالمشاكل، والعكس صحيح، إذا نسبة السكر دائما منتظمة المريض تقريبا ما تصيده أي نوع من هالمشاكل. طيب دكتور، خصوصا كبار السن ساعات تلاقيهم الله يكرمك ويكرم السادة المشاهدين يمشون مثلا في الحوش والشمس في عز الظهر بدون انعال، ممكن هذا الشيء يأثر عليهم بحروق، بمضاعفات، بتقرحات؟ اي نعم طبعا، هاي من احنا من مشكلة، هاي عادات يعني وتقاليد موجودة في المجتمع، لكن أنا دائما أنصح مريض السكر لأن يصير عندهم تراجع في الإحساس، فممكن يدوس لا سمح الله على حصى ولا على حديدة ولا، وممكن في الحار ما يحس بحرارة الأرض فتحترق ريله أو ريلها وبدون ما، فهي يؤدي إلى مضاعفات يعني في غنى عنها. فالأفضل أن دائما واحد يلبس في ريله شيء الله يعزك نعال أو حذاء، بالذات أنا دائما أنصحهم الأحذية الخفيفة المبطنة مثل أحذية الرياضة، بحيث أنه حتى لو صدم شيء ما يسبب جرح، أو لأن هالجرح ممكن يتطور. طيب دكتور، لو نتكلم عن أعراض نقص تروية الدم للقدم. أوكي، فهناك أعراض لنقص التروية، وفي البداية يكون عند المريض ألم في الساق عند المشي، احنا اللي نسميها هاي البطة الرجل هني بالساق عضلة الخلفية، على المشي مسافة معينة يبتدي يصير عنده ألم في الساق، ولما يوقف يروح الألم، ولما يرد يمشي يرد الألم مرة ثانية. صح. هاي أعراض نموذجية أو تيبيكال يعني حق نقص تروية الدم، بس هاي الأعراض ما غير مهددة للطرف، يعني نقص التروية في هالحال غير مهدد للطرف، يعني مو بنقص تروية شديد. النقص التروية الشديد يصير لما يصير الآلام موجودة حتى وهم قاعدين، أو إذا مشوا في خطوات بسيطة، إذا بدأ يصير تغير في لون القدم ازرقاق أو سوداد اللي هو نسميه الغنغرينة، أو إذا صار في تقرحات بسبب نقص تدفق الدم، تقرحات شريانية يسمونها. نعم. طيب دكتور، متى تنصح المريض بعمل مثلا قسطرة أو جراحة؟ طبعا عمل القسطرة أو خلنا نقول في البداية طبعا العلاج يبتدي الله يسلمك قبل أن نسوي قسطرة، العلاج يكون علاج بالأدوية أو بالنصائح. نعم. فما هي النصائح؟ النصائح نطلب من المريض اللي عنده مشكلة في الشرايين أنه يمشي قد ما يقدر، سواء المحافظة على المشي، لأن هذه ممكن يؤدي إلى خروج فروع تعوض الانسدادات اللي صارت في الشرايين الرئيسية.
فيحسن من التروية حق القدم. فالمشي ضروري، المحافظة على الوزن، الأكل الصحي، طبعا الامتناع عن التدخين ضروري، والمحافظة أو السيطرة على السكر وضغط الدم والكوليسترول، وتناول الأدوية طبعا حق هاي الأمراض، بالإضافة إلى إحنا نوصف حق هالمرضى أدوية ضد الصفائح وأدوية ضد الكوليسترول. هذا العلاج الغير جراحي. طبعا لما يتطور الموضوع ويصير نقص الدم شديد او مهدد للطرف او يبتدي يصير تقرحات، هني لازم بالاضافه الى ما سبق لازم نتدخل جراحيا او خلينا نقول بالقسطره. ففي انواع احنا نسوي، طبعا 90% من حالاتنا نسويها عن طريق القسطره اللي هي بدون عمليه جراحيه، مثل ما شفتي البالون بالصور. نعم. البالون او بالدعامه. وفي نوع اللي هي عمليات جراحية اللي هي تجاوز الانسداد، نسوي عملية جراحية لتجاوز الانسداد. وفي الطريقة الثالثة احنا نسوي عمليات هجين اللي هي في نفس الوقت عملية تكون مزيج من عملية زائد قسطرة في نفس الوقت. وهي يعني يعتبر شيء متطور يعني بالضبط. ومثل ما ذكرت دكتور انه يعني يجب على الاشخاص انهم ما يهملون نفسهم ويحافظون على صحتهم، والمشي ايضا مهم لسلامتهم وسلامة قدمهم، بحيث انه ما يصير شيء مشاهدينا لا سمح الله. كل الشكر لك لوجودك اليوم معنا، نورتنا. شكرا لك دكتور. شكرا لك. مشاهدينا، حكمة اليوم تقول: كل الخسائر قابلة للتعويض إلا سنوات ضائعة من عمرك بحثاً عن رضا الناس. مشاهدينا، فعلاً رضا الناس غاية لا تدرك، واللي يحاول أنه هو يبحث عن رضا الناس مثل ما قالت حكمتنا راح تضيع سنوات من عمره هدر من غير لا يستفيد شيء في حياته. حب نفسك، حب أي شيء أنت تسويه، وخلي الناس يقولون اللي يقولونه. نشوفكم باكر على خير في نفس الموعد، ومع السلامة.